طل الفرح مع طلة أجمل عروسين من داخل المملكة وتكحلت بشوفهم كل الأعيان يوم التقوا وتلاقت العين بالعين فهد صفر صفر ونورة نورهم بس ما بان النور كله واحد من هالاثنين إذا بعدوا يبعد وإذا بينوا بان والملح فيهم غار واجد من الزين والشان نفسه يفتخر إنهم شان فهد والطيبة مع بعض راضين هم والشهامة تقدر تقول خلان يعجبك في الشدة ويعجبك في اللين وفي الحالتين شوف به أجمل إنسان ومن قال نورة مثل باقي المزايين يا شيخ نورة هي والحلا مثل الأخوان نورة عزيزة من رجال عزيزين مصيونة واللي مثل نورة ينصان مصيونة واللي مثل نورة ينصان 0066502407008 على زفاف مذهلة لطلب الزفاف الأسماء وبدون حقوق كاملة من داخل المملكة الاتصال على الرقم 0502407008 من خارج المملكة 0096650204007008 فقط حصريا على زفاف مذهلة لطلب الزفاف الأسماء وبدون حقوق صفر خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية من خارج المملكة صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية يضوي فرحها والغرام حتهواها ترسم لنا نور الفرح شكل حلو كل الحياة استنوعت من بها نور حالها سحر يجتاح العيون من كمل في طيبها ما حلاها زين يوريك العين رضاها تسعة ستة ستة خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية فقط حصريا على السلام لطلب صفر خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية من شفاها طحن طلعت محياها من نورها صار نور البلد وحداني لو كان الأول معها ينسي التاني والليل يسأل عن نورها وضياها صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية أصهار من الغيم وصفى من النهر داري وعذاب من الماء وعلى من النجم ساري صفر خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية سبحان اللي خرجها الحسن رفاها سبحان اللي بكل وصف محليها في عينها في قلبها كل شي فيها واحلى ابتسامة كانت في محياها فقط حصريا على زفاف
ما شافه مثل نوره منه يسواها زين مطيب نور سامي وراقي حسن تجمل في طيبها وطاقها يسلم يمين يعدين رفضوها لطلب الزفاف الأسماء وبدون حقوق كاملة من داخل المملكة الاتصال على الرقم 050-240-7008 من خارج المملكة 00-966-502-240-7008 فقط حصريا على زفاف مذهلة حلوة وأمورة ما أجمل الصورة6 6 5 0 2 4 0 7 0
الكون يستبشر في يوم زفات لغاب العين العين مفتونة والخاف مسيونة اختك لها خد من وردها لونة عروسة من داخل المملكة الاتصال على الرقم 0502407008 من خارج المملكة 0096650